السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قضية هذا المولود أو التلاد اللي كيسقط المرأة الحامل، هما العلماء الفقهاء كيسموه السقط. السقط يعني باقي مازال ما تكونش مخلوق، لأن المخلوق باش يتسمى مخلوق حقيقي خصو على الأقل 4 أشهر، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، قال: يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فملي كيكمل 40 يوم، في 40 في 40 هي 120 يوم، هي 4 شهور. ديك الساعة كيبعث الله الملكين، ينفخ فيه الروح، كيكون ديك الساعة إنسان سوي كامل الخلقة. قبل منها ما كيكونش إنسان سوي، والعلماء كيسموه سقط، أنه باقي مازال ما استمرش في الاكتمال. الأسباب اللي كتخلي المرأة أنها يسقط لها الجنين ديالها هي أسباب معروفة عند أهل الطب. قد يكون هناك خلل معين في رحم المرأة، أو عندها نقصان لمواد معينة، أو عند ضيق الجيب ديال الرحم. أسباب علمية دقيقة معروفة عند أهل علم الطب. لكن أيضا هناك أسباب أخرى موازية، من بينها قد يكون الإنسان عنده مشاكل وهموم شديدة، مشاكل كبيرة في النفسية ديالو، بحال أختنا وردية كتقول لك هاد المشاكل وصلت بها حد الانتحار. إذا كانت المرأة حامل وكتعاني من هذا الضغط، راه صعيب باش تحمل، وإلا لا قدر الله ولدات غتولد شي ولد غادي يكون في واحد العاهة، عنده شي عاهة أو نقصان أو إعاقة أو غير ذلك، لا وكأنها ترفض أنها تحمل من العائلة، أو العائلة رفضت لا نتحمل. هذا الضغط النفسي راه كيأثر على المرأة في الإنجاب. شوف بعض الدول الأوروبية اللي كتهتم بالمرأة الحامل، ملي كتكون المرأة حاملة تصور كيبعثوا ليها الرجل ديالها، وكيفرضوا عليه أنه يقرأ لها روايات رومانسية بصوت شجي، وما يذكروهاش بأي خبر اللي فيه الشدة أو فيه الفزع، ليس رحمة بها فقط ولكن رحمة بما في جنينها. لهذا كتلقى لك الولاد ديالهم اللي كيتولدوا كيكونوا زويونين، الشكل ديالهم والبشرة ديالهم وشكل الشعر والعيون. حتى المرأة ملي كانت حاملة كان دائما كتشوف الورود، كتاكل شوكولاتة، كتسمع كلمة طيبة ربما معزوفة رقيقة، هادشي كله كيفرحها، وعجوزتها فرحانة كتقول لها انت غتفرحينا بهذا المولود، ولويستها كيجوا عندها بالورود والازهار كيفرحوها. ناس ما عندهمش عقد كثيرة، احنا مالنا عندنا هاد العقد؟ مال المرأة غير كتزوج كتعود عدو اللدودة ديالها هي حماتها هي عجوزتها. وعلاش الخواتة تاع الرجل دغيا كيشنوا حرب دارية مع خواتة المرأة، وكتعود الحرب داخل البيت، وكتصبح الحياة نكد في نكد. طبعا هذا المولود فين غادي يجي؟ غادي يجي غادي يلقى غير النكد، راه غير حافظ الله تعالى كيحفظ. كاين بنتي هذا السبب الاول اللي كيخلي الانجاب ما كيكملش. كاين سبب اخر، وهي ان المراه ملي كيوقع لها الضغط الضغط الضغط، وكتما كتنعش بالليل وكتشوف رؤى مناميه فزعه، قد تصاب بشيء من المس، وذاك المس يمنعها من الانجاب. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه النقطة وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال: إنها ركدة من ركدات الشيطان.
بمعنى ان الرجل لما يكون مع زوجته وهي مقلقه ومقلق ملي كيكون القلق كيكون الابواب مفتوحه يتسرب ابليس فكيدخل في العلاقه الزوجيه بين المراه والرجل في الفراش. لانه قال وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هناك المشاركه، فقد يكون هناك البويضه تريد ان تستقر في جدار الرحم لكن ما هي الا مده قليله فيركضها الشيطان، يركضها بحال كيضربها وتخرج وكيخسر ذاك التلاد وكتعود المراه مأترة. دابا لاله ورديه، هاد القضيه ديال الزواج راه قسمه ونصيب. انت بنتي النصيب ديالك جابك في هاد العائله في هاد الوضع. حتى واحد فينا ما هو سيء جدا، كل واحد فينا فيه نصيب عظيم من الخير وفيه نصيب من الشر. راه حتى كل الخلق جميع البشر الا الملائكه المفطورون على الطاعه والعباده والايمان. الملائكه الله عز وجل جعلهم اجسام نورانيه لا تاكل لا تشرب لا تنام ولا يظلمون ولا يعتدون، يسبحون الله الليل والنهار ولا يفترون. هذوك ملائكه هكذا فطروا وجبلوا. اما نحن البشر كل واحد فينا مهما كان شانه فيه نصيب ديال الشر ونصيب ديال الخير. اشنو هو الفرق بين الانسان الخير والانسان الشرير؟ هو ان الانسان الخير كيكونترولي، عنده قدره على الفرمله، عنده الفرانات كيضغط. ملي كتجي واحد النزعه شريره كتبغي تخرج منه كيفرمل. عندك هاد النزعه هذه، الله تعالى قال لنا لا تغضبوا، الله تعالى قال لنا لا تتنجسوا، لا تحسدوا، لا تبغضوا، هادشي كله منهي. فكيدير الفرماله الفرماله الفرماله. داك الانسان الشرير ما عنده فرماله، غا كيجي وكيضرب ما مسوق لوالو. وهناك يعود الانسان حياته كلها الم. بنتي ورديه، بما ان الله عز وجل كتب لك هذه الاسره، حاولي ما امكن انك تكسبي الموده ديالهم. هذه رساله اليك ولكل فتاه مزوجه عند واحد العائله ولقات واحد النوع من اما القلق والتوتر او الاصطدام. الانسان يحاول ما امكن انه يغرس ورده جميله، يغرس بذره عظيمه، ويحاول ما امكن انه يصبر. اعظم وصيه كنقولها للزوجات والازواج ملي كيتزوجوا وكيدخلوا على عائله ثانيه، لما نقول لك الوصايا اللي قالوها اصحاب الكوتش، الناس اللي قالوا الكوتشين عطوك وصايا كثيره، يا سيدتي لا تفعلي، يا سيدي لا تفعل، وصايا كثيره جدا ينتفع بها الانسان. اكتفي فقط بوصيه واحده، فقط واحده، وغتشوف تخليك اسعد خلق الله. هذه الوصيه هي عليك بالصبر، عليك بالصبر وعليك بالصبر. علاش؟ لان رب العزه قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اللي كيصبر كيجازي الله خير الجزاء. فبنتي ورديه غير صبري على الوضعيه وحاولي ما امكن تكسبي الموده ديالهم، وحاولي ما امكن انك تنشري الفرحه والسرور. انت العروسه، انت اللي عندك الطاقه الايجابيه، اللي عندك ديك لينيرجي بوزيتيف خاصها تكون عندك. راه ما كتقراش في المدارس والمعاهد العليا. هاد لينيرجي بوزيتيف منين كتجي؟ كتجي من قوه الايمان ومن السجود والركوع ومن التامل في ملكوت الله. كتاخذ واحد النصيب ديال الهواء النقي والشعاع ديال 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 ضي الشمس وضي القمر، وهذه الطبيعه اللي خلقها الله جميله وجذابه حولنا كتستبد لنا الطاقه مع السجود والركوع والتامل والتفكر، وان ترمي حملك على الحي الذي لا يموت. كتصبح كلك طاقه ويا حيويه ايجابيه، وانت اللي غتقدري انك تغرسي هذا المشهد الجميل وسط الاسره وتخلصي من هذا الضغط. ما تفكري في الانتحار يا بنيتي ورديه، الانتحار يوصل صاحبه الى النار. الله تعالى اخبرنا بانه المنتحر يعذب، يعذب في النار. كي ذاك العمل اللي قتل بها نفسه كيبقى يعاودها مرات متعدده، هذيك هي العقوبه الابديه، بحال العقوبه اللي فرضتها الالهه على الهه زوسيس على ذاك الرجل بوثريموس في الاسطوره الفارسيه، ملي غضبت عليه غضب شديد اعطته واحد العقاب، واحد الحجره كبيره ضخمه كيهز فوق الكتاف ديالو وكتقول ليه صعد بها الى قمه الجبل، وكيهز ديك الحجره الضخم فوق الدار ديالو وطالع فوق الجبل، طالع 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 من الصباح حتى كتغرب الشمس. ملي كيوصل للقمه كاين واحد الحافه كيزلق، كتزلق لي ديك الحجره
فتتدحرج وخصو يعاود غدا يجيبها، وكيبقى هكذا يوميا الى سنوات طويله. حكم قاسي هذا، العقوبه ديال بوتريموس معروفه في الفكر الفلسفي. مثل هذا كيوقع للمنتحر، المنتحر اللي انتحر يوم القيامه بديك الطريقه اللي انتحر بها غيبقى يتعذب والعياذ بالله. الا حرق نفسه غيبقى يتحرق بالنار، الا ضرب نفسه بماده حاده غادي يبقى يضرب نفسه بماده حاده، الا كلا السم غادي يبقى يموت بالسم، يحيى ويعاود يموت بالسم، يحيى ويعاود يموت بالسم. عذاب اليم. اياك ثم اياك يا ورديه ان تفكري في هذا الانتحار. بالعكس بنتي غتفكري بان الحياه جميله، ما تخافيش، عمرك ما تخافي، الله تعالى كريم ودود ورحيم، وان شاء الله تعالى ربي غيكرمنا واياك بالخير والفضل والصحه والعافيه وتمام العافيه. شكرا لك يا ورد.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.